الحقيقة انه من ساعه بقى حلم النام لما قال الجمله دي ده بقى قبل انقلاب 30 يونيو خد بقى عندك يوسف زيدان لما راح قال لك انا انه قال للسيسي احنا واحده واحده كده نغير وعي الديني عند المصريين فهي اذا دول المثقفين اللي بداوا تغيير الوعي الديني عند المصريين تولى بقى رجال دين احنا بقى المثقفين دول ممكن يكونوا سيء السمعه عند المصريين فعايزين بقى رجال دين يوصلهم فجابوا رجال دين زي ابو نص السن وزير الاوقاف وزي علي جمعه وزي مش عارف خالد الجندي عشان يشوهوا الدين تماما وينزعوا عن الشعب المصري حبه للدين او المسلمين يعني حبهم للدين الاسلامي. فالسيسي عنده مشكله انه طول ما الوعي الديني موجود عند المصريين فهو قلقان. اسمع مني بس. السيسي عنده مشكله طول ما الوعي الديني عندك انت كمصري موجود يعني انا متاكد ان السيسي دلوقتي رمضان ده هو عامل الشيطان. رمضان ده بيقلقه ليه بقى لان الوعي الديني بالذات في رمضان هو عايز يا محمد بن سلمان كده عايز يقضيها ملاهي ونسوان تلعب مصارعه بمايوهات وقمار ونلعب تارود دي ولا بلود دي ولا اللعبه اللي بيلعبوا في السعوديه ورق وكوتشينه ونجيب عادل الكلباني يلعبها هو عايز كده لكن في رمضان ما ابني مين في رمضان يعني انا شخصيا زمان زمان جدا كنت بصوم رمضان وما بصليش بس كان لازم يجي رمضان عليها صلاه يا زمان يعني أنا قصدي أقول حتى اللي ما بيصليش بيصوم رمضان فرمضان الحس الديني فيه عالي والناس فيه بتبقى متهجة ناحية الروحانيات واللي واخد صاحبه ورايح على يعني أنا شفت ناس والله العظيم ورب العزة والله الذي لا إله إلا هو أنا كنت ساكن في محششة هبقى أحكي عنها في مقال من مقالة محششة يعني مكان يحششوا فيه أنا كنت ساكن فيها ما, ل... ما عنديش مكان ما عنديش فلوس أسكن في حتة غير كده وكانت في الحسين والله الذي لا اله الا انا شفت ناس بتحشش وطلع على الحسين تصلي الفجر. والله الذي لا اله الا هو شفتهم بعيني في رمضان. فقصدي اقول ايه؟ حتى اللي بيرتكب حاجات زي دي بيروح عند المسجد ويصلي وبيعمل ويصوم الصبح وتشوف نفس الشخص اللي كان عايش بالليل شوف الصبح و عمال صاحي صايم وبيصلي الظهر وبيتوضا فتقعد تستغرب جدا الجدع ده ازاي بيعملها كده؟ يا ريت انت كنت بعد العيشه بتحشش بس هو ظابطها بقى ماشي فقصد اقول لك انه حتى اعتى اللي بيرتكبوا المعاصي برضه بيصوموا في رمضان وبرضه بيصلوا في رمضان وبيتوضوا في رمضان وبيقراوا القران في رمضان طب والله العظيم انا الراجل اللي بحكي لكم عنه ده كان في جيبه كده وكان لابس بدله عليها عبايه انا شفته في الظهر مشكل حاطط المصحف في جيبه لابس بلطو حاطط المصحف في جيب البلطو ومطلعه وقعد يقرا فيه واستغربت جدا يا جماعة اللي يشوف الراجل ده بالليل كان بالليل بيحشش بعد العشاء. بس وفعلا الراجل يعني فعلا ما يعني ما تقدرش فهو الحس الديني حتى عند اللي بيرتكبوا المعاصي الحس الديني عندهم في رمضان عالي جدا. فالسيسي خاف جدا هو ومحمد بن زايد لانهم هم عايزين يقضوها دعارة وملاهي وطول الوقت تبقى كده وحفلات ونطلع فوق الحاجات المقدسة ونلعب عليها يعني فطول الوقت عندهم هذه المشكلة. طيب لما يجي بقى رمضان لا عايزين بقى فرصه جات كورونا يبقى نقفل بقى المساجد ونقفل بقى كذا ونقفل ايه علاقه على راي الدكتور جلال ايه علاقه ان انها هنا دلوقتي انا دلوقتي في حظر تجوال بره في تركيا دلوقتي في الشارع دلوقتي ممنوع حد يمشي لكن والله العظيم الادام جدا لان شيخ الجامع او المقيم الشعائر عربيه او عنده عربيه هم هنا حالتهم الماديه كويسه المشايخ يعني فعنده عربية وعنده تصريح من الداخلية إنه إمام المسجد الفلاني. يروح يعدي من أي لجنة أو من أي جيش يدخل المسجد فجر بيجدن، مغرب بيجدن، عشاء بيجدن، ظهر بيجدن. ده حتى عندهم مهمة جدًا أوي أوي صلاة الضحى. يعملوا فيها زي ابتهالات كده مش أدان بس يعملوا فيها ابتهالات. مهمة جدًا عندهم صلاة الضحى. مهمة جدًا. جي هنا أنا ما شفتهاش في مصر كده. لا هنا عندهم صلاة الضحى دي صلاة يعني تكاد تكون مثلا خمس ستة على. وهنا أكتشف أنه لا أو الناس تبقى زحمة في المساجد وبتاع في صلاة الضحى طيب. يعني أقصد أقول إيه أنه حتى إيه أنك تزيع قرآن كريم من المسجد يقول لك ممنوع ممنوع على. طب القرآن ده كورونا يعني طب هتدن المغرب والعشاء قال لك هندن المغرب والعشاء والفجر طب والدور العصر يعني الناس تعدي عليها كده عادي يخرب بيوتكم ده احنا لحد دلوقتي في الارياف لما تسال واحد تقول له قابلت فلان يقول لك قابلته والله قابلته كان الساعه كام تاني يقول لك والله كان بعد اذان الظهر بشويه كان قبل اذان الظهر رحت عند فلان بعد صلاه العصر حد لحد لحد دلوقتي رغم وجود الساعات وفي موبايلات ساعات وفي ده بس لحد دلوقتي الناس تحدد الحاجات بالاذان عندنا في الارياف كده يقول لك والله العظيم بعد صلاه العصر كده رحنا في فلان الفلان, الفلان. والله كان الظهر قرب صلاه الظهر كده يعني الناس حتى الان بتحدد مواقيتها بالاذان بالصلاه بالاذان بالخمس اذان انت عايز تقول لي ان الاذان الظهر والعصر يعمل كورونا ما علاقه الاذان يا اخي بكورونا الاذان ما علاقه انك انت تشغل في المسجد القران الكريم هيروح عامل المسجد اللي هيفتح الاذان هيروح يفتح اذاعه القران الكريم كده وي... ويسيبها وتدا ويدا الراجل يقول القران الكريم ويدا ليه؟ ليه انتوا عايزين تدخلوا بهجه الش... لا وممنوع الزينه لا حول ولا قوه الا بالله ممنوع الزينه ممنوع الاذان ممنوع القران لا ده انتوا على القصه بقى مين بقى اللي بيصدر كل القرارات دي؟ وزير الاوقاف اسمع بس مني قوم يطلع ترند دلوقتي يقول لك ايه؟ إقالة وزير الأوقاف، هنا اللعبة اللي أنت ما تروحهاش بقى. خد مني نصيحة من أخوك محمد ناصر. دي اللعبة اللي أنت ما تروحهاش. لأنه اللي عمل كده مش وزير الأوقاف. اللي مقوي قلب وزير الأوقاف كده السيسي. فأنت تروح تقول إيه؟ إقالة وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف بقى يمشي، وهذا الرجل وكأني بقى إيه؟ زي حكاية كده. يعني زمان كانت أمي رحمة الله عليها، الله يرحمه ويحسن إليها يا رب. آآآآ آه كانت تخوفنا من ابونا فابوك مش ابوك يا نهار اسود ابوك فانا كان بالنسبه لي ابويا ده هلاكو او جنكيز خان هو ابويا اصلا كان وشه احمر قوي رحمه الله عليه فكان ما وشه الاحمر ده وكانت ملامحه حاده شويه فكان وشه الاحمر ده كان وشه احمر ومدور كده احمر احمر يعني والدي كان احمر انجليزي فكان بقى وشه ولما يغضب وشه أحمر قوي فكانت من كتر ما امي توهمنا ابوك 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 فكان لما ابص له كده مجرد ما يبص لك كده ممكن مثلا يعني الواحد يعملها على روحه ولاكو الله مستر ولاكو دخل علينا هو بقى السيسي بيعمل كده يعمل لك ايه انه الملطشه مين عايزين تلطشه؟ لطشوا وزير الاوقاف بس انا مش ضابط انا مش دعوه وزير الاوقاف وبعدين يجيب وزير الاوقاف يقول له اخس عليك يا كلب يا مجرم احكي لك حكايه كده حصلت في السينما في فيلم اسمه سبع ورقات الفيلم ده اخرجه الاستاذ علي رضا اخو الاستاذ محمود رضا اللي هو علي رضا يبقى جوز فريده فهمي فكانوا بيصوروا في الشارع وكان بطوله نجلاء فتحي وحسن يوسف و... فكانوا بيصوروا في حاره شعبيه في لقطه كده بتصور في حاره شعبيه فالاستاذ علي رضا مش عارف يصور لان الناس عماله تتكلم والناس على تصوير وبتاع الزتر بتحصل في الشارع دي فجاب مدير الانتاج اللي هو مسؤول عن القصه دي وقال له النهار هيروح انا عايز اصور اللقطه لو لو ما صورتش اللقطه اعتبر نفسك من برا الفيلم فمدير الانتاج جاب عصايه ونزل في الناس يا اولاد الكلاب يا اولاد الجزمه يا اولاد ال... فالناس استاءت جدا هنا بقى ظهر علي رضا عايزين نصور يا ولدي الكلب؟ فراح زهر علي رضا بقى قال له خد تعالى هنا انت بتعمل ايه؟ دول اهالينا دول ناسنا انا اسف يا جماعه يا حيوان حد يعامل الناس بالشكل ده؟ حد يعمل كده في اهله يا جماعه حقكم عليا انا حقكم عليا كلكم انا محقوق انا هلم دلوقتي وامشي انا اللي جبت لكم الكلام فالناس كلها قالت له لا لا يا استاذ لا انا هشتغل يا استاذ واحنا نساعدك فالحاره بقت هوس مش بس هوس ده بقى ينزلوا شاي واكل اللي عاملين في الفيلم وبقى الناس تبص يا سلام لا ساعدوهم يا جماعه وبقت الناس هي نفسها له بس ما تحدش كلام اشتغل يا استاذ اتفضل نصور نصور فبعد ما خلصوا يوم التصوير علي رضا راح لمدير الانتاج قال له معلش بقى جت عليك انت قال له لا يهمك يا استاذ خلصنا القصه بس انت كنت قاسي شويه عليا انا عشان نخلص يعني ايه الفيلم معمول يعني هو فيلم فهو يطلع اسمه ايه ده يعمل زي مدير الانتاج اللي هو وزير الاوقاف مفيش قران مفيش مش عارف ايه اه والحاجات دي وبعدين يطلع بقى السيسي يقول بس يا كلب القران ده حياتنا القران ده روحي والحاجات دي فالناس كلها يا شباب مع السيسي انتوا بتقعوا في اللعبه دي يا حضرات هاشتاج ترند اسمه اقاله وزير الاوقاف انا ضده انا ضده محدش يلعب بمخي تاني. محدش هيلعب بمخي تاني، فوقه بقى. <applause> أنا ضد هذا الترند أصلاً، هذا الهاشتاج أصلاً. لأنه اللي عمل كده مش وزير الأوقاف. اللي عمل كده السيسي. اللي عمل كده السيسي بفرقة حسب الله اللي وراه، إبراهيم عيسى وخالد منتصر وخالد الجندي. اللي عمل كده توصيات أمريكية بفرض نوع من الإسلام جديد جدا، فوقه بقى. هنرجع بقى تاني لقصة مدير الإنتاج اللي شتم الحارة. ونقعد نقول له بقى لا شتمت ليه انت لازم تمشي من الفيلم وبعدين يخش بقى الاستاذ علي رضا يا حيوان بره مش هتشتغل معايا تاني انت بتشتم الناس الناس دول عمامنا حقكم عليا فالناس تقول لا خلاص ما تمشوش والنبي لما تمشي خلي قاعد واحنا تحت امرك يا استاذ علي انت راجل مؤدب تاني ده الفيلم ده سنه 70 بطوله الاستاذه نجلاء فتحي والاستاذ حسن يوسف فين وحش قوي اسمه سبع ورقات يعني ورقه يا نصيب والحاجات دي تاني يتعمل علينا الفيلم ده اتعمل على ابويا اتعمل علينا تاني تاني تعمل عليا اقاله وزير الاوقاف وانا اخش على الترند واخش على الهاشتاج واكتب ترند واشتم وزير الاوقاف ويقعد السيسي كده يجي جاي في اللحظه معينه خد يا وزير الاوقاف لا ما حدش يتكلم كده على القران افتحوا يا اولاد القران العبوا قران العبوا حديث كده يا سلام يا جماعة رمضان هو شهر القرآن ويطلع بقى يقول كلمتين فالشعب المصري كله يا سلام يا شوف السيسي شوف النبي الرجل المتدين الرئيس المؤمن علينا احنا تاني علينا احنا يعملها عبد الناصر فينا في الخمسينات يعدم سيد قطب ولا في الستينات يعدم سيد قطب يخوزق مشايخ زي الاستاذ محمود شاكر والناس دي يخوزقهم في السجون ويفعل معهم الفاحشة مش بس يعذبهم ده كانوا بيعتدوا على الرجال جنسيا ويطلع يصلي الجمعة في الحسين والناس تقول لك الرئيس المؤمن جمال عبد الناصر تاني هتعمل اللعبة دي تاني للأسف للأسف مشكلة شعوبنا إنها ما بتعلمش مشكلة شعوبنا الحقيقة إنها بتاكل نفس المائدة على نفس نوع الأكل اللي كان بيتاكل من الخمسينات هو هو بالظبط أحضرات مختار جمعة ما هو إلا أداة بس أداة بتنفذ تعليمات وعبد الفتاح السيسي برضه أداة وزيد يعني بن زيد أداة وبن سلمان أداة دول كلهم أداة في يد إدارة بتتعامل بمحاولة فرض ديانة جديدة إسلام جديد لأنه أخطر شيء على على بعض على اليمين المضطر في الغرب وعلى أدواتهم في الشرق أخطر شيء هو الشعور الديني اخطر شيء على الناس دي هو الشعور الديني كلما نما الشعور الديني الناس دي هتبقى عندها مشكله مشكله كبيره كمان ومن الصعب انهم يضحكوا على الشعب يا اخي حاكم بامر الله كان من المسجد للمسجد لكن شوف المصريين عملوا فيه ايه بهدلوه هي قصه كده اذا نما الشعور الديني والوعي الديني والله العظيم لا هيبقى فيه تطرف الوعي بتكلم على الوعي مش بتكلم على الطقس الديني، مش بتكلم على ان الواحد يضرب دقنه قد كده وكرش قد كده وما شاء الله قد كده وجلابيع قصيره، بتكلمش على ده. اذا نما الوعي الديني الحقيقي ففعلا اديك شفت في في 2011 لما نما الوعي الديني الحقيقي كانت الناس عامله ازاي؟ مسيحيين مسلمين بالمناسبه. يعني الناس كانت بتصلي الجمعه في الحسي في التحرير والمسيحيين بيحموهم. ده الوعي الديني اللي بتكلم عنه. إذا نما وعي ديني حقيقي فلا مجال للتطرف ولا مجال للأفاقين ولا النصابين ولا للتجار إنما إذا نما بقى الوعي الشكلي الدين الشكلي اللي هو الدقن اللي قد كده والحاجات ويمشي ويتجوز أربعة والحاجات دي ويقول لك لا وإن ولا واحد قال لي من يومين واحد شتمني قال لي خسئت بتتطاول على سيدك محمد حسان سيد مين يا لسيدك محمد حسان؟ سيد مين يا لسيدك محمد حسان؟ أبو ليفة ده سيد مين اللي سيد أنا ماليش سيد أصلاً. سيد مين اللي سيد محمد حسان؟ على كل حال ما تتزقوش ورا كلام إقالة وزير الأوقاف، أرجوكم ده كلام فاضي ولعبة الأستاذ علي ااا آه ااا نسيت اسمه، المخرج كلمتكم عليه دلوقتي آه هي اللعبة اللي تلعب عليكم. تصدير وزير الاوقاف على انه اله الشر ولانه هو اللي ضد الاسلام وهو اللي ضد الاديان وهو اللي ضد القران وهو اللي ضد الصيام وهو اللي ضد الزينه ده مش حقيقي مش دفاعا عن الكلب علي جمعه او مختار جمعه خالص ده مش حقيقي دي تعليمات امنيه لابد للسيسي ان يقضي تماما على حاجتين على الشعور الديني وهو اصل المصريين عندهم مشكله والعرب عندهم مشكله غريبه جدا المشكلة إن كل القضايا متحملة على الوعي الديني. يعني مثلا مثلا لما أجي أقول لك دلوقتي آه تعال اشتغل في حتة كذا في بار، في بار. لو أنت عندك وعي ديني هترفض حتى لو جعان. لو أنت لو أقول لك مثلا تعالى أنت اشتغل آه يعني حتة حاجة بها الشرع أو الشرف أو الأخلاق. هترفض. هو ده وعي. نفس القصة لو أنا قلت لك دلوقتي تعال احب الإسرائيليين هترفض لأن القضية الفلسطينية متحملة على الوعي الديني متحولة متحملة فعلا على الوعي القومي العربي العروبي يعني لكن النسبة الغالبة لأ المتدينين يعني أه في عروبيين وقوميين وقومي وقومي رافضين التطبيع مع السكان الصهيوني خالص في السعودية وفي العراق وفي المغرب لكن في الاساس الارضيه السائده الشعبيه العامه اللي هي اللي هي الشعور الديني ان رافضه تتعامل مع اسرائيل خالص خالص طيب انا عشان بقى انا اتعامل مع اسرائيل تبقى اسرائيل دي سمنة على العسل لازم الغي الشعور الديني عند المصريين لازم الغي الشعور القومي الشعور عند الشعور العروبي عند المصريين عند العرب وبالتالي كل شيء متحمل على الوعي على الشعور الديني كل شيء في حياتنا حتى المسيحيين كده كل شيء في حياتهم متحمل على هو يعني البابا شنودة اللي قال مش هنخش البيت المقدس ده الا في ايدين اخواتنا المسلمين؟ ده اكبر راس في الكنيسه. ومنع القصه دي خالص. طبعا توادرس دلوقتي سامح ايه؟ حلاوه، لان توادرس زيه زي شيخ الازهر، زيه زي علي جمعه، زي زي مختار جمعه، توادرس يا جماعه عشان بس ما حدش يفتكر بتكلم عن المسلمين بس، توادرس ايضا جاي يحل القصه دي. توادرس بيكسب هو والكهنه الكبار المسيحيين يزعلوا منهم ما يزعلوش هم هم مغيبين توادرس جاي يكسب من الكهنه الكبار هو والكهنه الكبار يكسبوا يعملوا بيزنس على حساب الشعب القبطي اللي غلبان اللي زي الشعب المسلم عادي غلبانين فالراجل بعد ما كان المسيحي يا اخي انا والله العظيم والله 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 انا عاشرت مسيحيين رافضين الكيان الصهيوني وطلعوا حرب يا اخي انا والله يا كلب يا توادرس كان ليا جار اسمه جرجس عياد اسمه عياد يا اخي استشهد في حرب اكتوبر مات في حرب اكتوبر مع المسلمين لانه وكل وكنت عيل صغير لما قابلته يقول لي عن حرر فلسطين عياد جرجس مسيحي ابطي هو جه بقى تواضع نفس اللعبه انه يمحى عند المسيحيين احنا مالنا ومال القصه دي احنا لينا بيت المقدس نروح نحج ونرجع مالناش دعوه ونتاجر ونعمل بيزنس والسبوبه ليه؟ لان التعليمات جايه كده فاذا رجال الدين المسلم والمسيحي في مصر مطلوب منهم كده محو الوعي الديني خالص انا متاكد اللي بقول لك عليه ومش متاكد عادي انا قاري كتب في القصه دي وكتب عندي كتابين هنا هجيبهم لك هنا عن محاوله يعني زرع ديانه جديده عند المصريين دين جديد بس انما ما تعومش ورا قصه إقالة وزير الأوقاف وترند إقالة ده هم زمانهم بيضحكوا دلوقتي زمان الأستاذ عبد الفتاح السيسي مع الاستاذ مختار جمعه قاعدين مع بعض لأنه شوف الناس كلها دل... ولعوني يا فندم بس تحت عمرك يا فندم والله يعني انا انا ما عايز اقول لك ان الاستاذ المخرج انا اسمه نسيت ليه دلوقتي انا كنت لسه قايله لا حول ولا قوه الا بالله اه الاستاذ علي رضا افتكرته ضرب المنتج مدير الانتاج ضربه بالقلم اخ اخ ايه الادب دول اهلنا دول ناسنا امشي اشتغل معايا تاني دول الناس بتوعنا أنا آسف يا إخوانا فالناس قالت لها ما تمشوش ما تقطعش عيشه والنبي ما تقطع عيشه والنبي ما تقطع عيشه وإحنا نشتغل لك إحنا واشتغلوا وخلصت طيب يعني الفيلم ده يتعمل علينا تاني؟ تعملوا عليا فيلم تاني؟ يا راجل التيل على كل حال يعني أنا بس قلت الكلمتين دول وإن كانوا طالوا قليلا لكن تحياتي لحضراتكم